قدم النائب دكتور خليل أبول اقتراحا برغبة لمنح امتيازات لطلبة الماجستير في بعثات المملكة المتحدة وصرف بدلات لهما، ونص الاقتراح على أن تلتزم وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المعنية بتعديل لائحة البعثات للطلبة الدارسين هناك من خلال إقرار بدل نقدي للفيزا بعد زيادة تكلفة استخراجها، كما طلب بإدراجهم ضمن نظام البعثات المميزة. إلى ذلك دعا إلى زيادة عدد العاملين بالمكتب الثقافي في لندن بالتوازي مع ارتفاع عدد الطلبة المبتعثين.